انا صار لي 4 سنين اشتغل سائق تاكسي ببغداد. حياتي بالشارع كوني سائق تاكسي تواجهني مشاكل كثيرة، وهم هاي المشاكل هم الامريكان. الامريكان اخذوا مواقع حساسة ببغداد وصووها قواعد لهم وقطعوا الشوارع المؤدية لها، إضافة إلى الحواجز الكونكريتية اللي انتشرت بشكل يعني كلش فظيع. إضافة للازدحام مشكلة البنزين، يعني أنت اليوم تفوت توقف 10 دقائق تفوت، تقعد الصبح تلقى السيارة طولها كيلومتر. شنو السبب؟ ما حد يعرف يعني، وتضطر إنه تشتري بسعر غالي أو توقف ما تشتغل. ومرة من المرات احنا واقفين بالسيارة قدامنا حوالي 200 متر سيارة واقفة بالسيارة، نزل السائق من عندها وعبر الشارع الثاني واخذ سيارة والهزم ورا دقيقة انفشلت السيارة. فهي مشكلة البنزين، وما دا ادري يعني هذا البنزين اللي بالشارع مين دا يجي. انا عندي اطفال 4 بنات الحمد لله والشكر، يعني فرحان بيهم واحبهم وعلاقتي بيهم كلش ممتازة. صح انه 4 بنات بالمجتمع الشرقي تعتبر مشكلة، لكن انا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع. بعض الاحيان يضغطون اهلي واهل زوجتي انه اسوي طفل واراجع دكتور على اساس الجدول وما اعرف شنو، ما يشكل لي فد شيء مهم انه يكون عندي ولد. فالحمد لله انا راضي باطفالي ومرتاح وياهم. كانت الكهرباء قبل يقولون الحصار وما عندنا مواد احتياطيه وخلص الحصار، يجون الارهابيين يوميا فجرين محطه ويوميا ما ادري شنو. وتجيك الكهرباء في احسن حاله اذا هاي حسب البرمجه المعلنه 3 ساعات بال3 ساعات. بدينا حتى اللالات نسوي لها برمجة، نشعل اللالة بالهول نطفي اللالة من المطبخ لأنه ماكو نفط، صعب نحصل على النفط. والمشكلة الأكبر هي مشكلة الأمان. حرام هسه إذا جيت عليك ويبوقك قدام عينك أنت تخاف تحكي لأنه هو مسلح وجاي مستميت يعني يقتلك، فأنت تضطر أنه تسكت وتضحي بالغراض مال البيت في سبيل تشتري حياتك.